اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. في اولى جولات السيد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للنهوض بالصناعه ووزير الصناعه والنقل كان موجود في قلب هيئه التنميه الصناعيه، وهناك قابل شاب من محافظه سوهاج، والشاب قال له يا معالي الوزير احنا بقالنا 5 شهور مستنيين ورقنا ومش عارفين ناخده من هيئه التنميه الصناعية، وقال له ده أنا هصدر بهذا الورق كل إنتاجي للعديد من الأسواق. طبعا الوزير إحنا بنأيده وبشدة، لا أحد يختلف على الفريق كامل الوزير، ونعلم وعلى يقين أنه قادر على تطوير القطاع الصناعي، ولكن عند القطاع الغذائي يجب أن نتمهل قليلاً. هذا الشاب يمتلك مصنع في سوهاج لإنتاج العسل الأسود، ولكن هذا المصنع، ودي الحقيقة المرة، لا يرقى على الإطلاق سواء للتصدير أو حتى للسوق المحلي. ناس كتير جدا بتسألني اشمعنى صناعة العسل الأسود بالذات اللي ما جاش منها مصنع واحد في برنامج الجدعان على مدى 7 سنين. احنا موقفين تصوير مصانع العسل الاسود حتى تطويرها بالكامل. عندنا كام تجربة احنا رصدناها في الاقصر وقنا لمصانع لانتاج العسل الاسود، ولكن المصانع بالكامل بتتحول الى معدات ستانلس ستيل غذائي وليس مصانع تمتلئ بالصدأ. هذا الشاب يفترض انه النهاردة السبت حسب ما الوزير قال له هيستلم ورقه اللي يسمح له بالتصدير، وكان الافضل الانتظار حتى معاينة هذا المصنع في نفس اللحظة اللي الوزير واقف فيها داخل هيئة التنمية الصناعية. يجب ان نعمل على تطوير هؤلاء الشباب الجدع اللي يطور، مش الجدع اللي بيشتكي وبيقول أنا ورقي متأخر. ما هو متأخر عشان حضرتك في الأساس ما طورتش، ومحدش يرضى أبداً إن إنتاجك حتى ينزل السوق المحلي. ناس كتير ممكن تهاجمني وتقول لي ما تسيب الشاب يشتغل، لو شفتوا مصنع هذا الشاب ستعلمون عن ماذا أتحدث. احنا نقدر نبقى زي دبي ونخلص ورق شركتنا في فرك الكعب، او نقدر نعمل زي السعودية ورق الشركة يخلص في 48 ساعة، ولكن في مصر يجب أن ندعم المصنعين أولاً ونساعدهم على التطوير عشان لما ياخد ورقة يبقى جدير بيها. ده أمر بالغ الأهمية، وهي رسالة لكل الوزراء. احنا ملاحظين جولتهم في بداية تولي الحقائب الوزارية. يجب أن نتمهل في القرارات، ويجب أن ندرس بعض الوقت. ومحدش قال إن هيئة التنمية الصناعية مش عايزة تطوير، لا طبعا عايزة تطوير ونص، وعايزة تسريع للإجراءات، ولكن يجب أن يكون الشاكي على حق.